اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم او بي ماروك بالدارجه، وفي قناتكم الاخرى او بي كندا بالفرنسيه. هذا الفيديو غادي نديرو ان رومبلاسمون، غادي نعوض واحد الفيديو كنت حطيته على تصريح الضريبي وسميتها، وبزاف الناس سولوني بغاو شي حاجه ديال التكنيك وداكشي. انا ما بغيتش ندير التكنيك بزاف، وشي وحدين شوفوا كنهضر بزاف التكنيك دي تاعهم كنستعملهم، كنقول ممكن تبسط، ما عنديش مشكل. هذيك الفيديو انا حيدتها، دونك غنحط بلاصتها هذه، غنحاول نشرح فيها البسيط المتبسط غايه البساطه. اوكي، وما غاديش نستعمل التكنيك ما عندكم، ما ديروا به. انا اللي بغيت نوصل الميساج ديالي، بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هذا، هو انكم تعرفوا لو مينيموم علاش خاصك دير ديكلاراسيون، وقتاش ديرها، وشكون يديرها لك، وشنو هما الوراء الوثائق والاوراق المهمه اللي خاصك تجمعها بلا ما ندخل معك في التفاصيل. الا قلت لك الخدمه، راك عارف الخدمه شنو غادي نعطيوك. اوكي، على بركه الله. نبداو سيدي السؤال الاول، وهو اشنا هو التصريح الضريبي. التصريح الضريبي الاخوان اخوات، هو هنا كيعيطوا لي ديكلاراسيون دي ريفوني، ماشي ديكلاراسيون دي زامبو. كيقول لك راه غيدير لي زامبو ديالو، نو، سي ديكلاراسيون دي ريفوني. هاد ديكلاراسيون دو ريفوني، التصريح بالمداخل، عندها واحد الحس حضاري، والانسان كيكون مواطن صالح، كون بون كونتريبيابل. هادشي كتقراه في الابجديات ديال لي زامبو ديال الضريبه، لا فيسكاليتي هنايا في كندا. كيقول لك المواطن الصالح هو المواطن اللي كيأدي الواجبات ديالو، كيصرح المسائل ديالو من الدات ديالو، باش تكون واحد ايكيتي فيسكال. ايكيتي بور تو الموند، كيقول لها ايكيتي اي جوستيس بور توس. اوكي، دونك انت خصك دير تصريح ضريبي. التصريح الضريبي شنو هو؟ جميع المداخيل ديالك اللي جاتك، سواء من العمل، دونك عندنا لومبلوا العمل، او كنتي خدام وليتي شوماج، دونك كيجيك واحد الوراق. هادشي كنقول لكم، عنده وراق خصك تجمعهم وديهم لعند الكونطاب. كاين الشوماج العطاله او البطاله، كيتسمى بريستاسيون ديال اسيستونس، تلف سلام، كتسمى لي بريستاسيون ديال اسيرونس امبلوا. الشوماج هنا كيتسمى بريستاسيون ديال اسيرونس امبلوا. او عندك اون بورس، منحه، او عندك لات سوسيال، لاسيستونس سوسيال، البسباس اللي كنعيطو حنا البسباس، يعني لات سوسيال، بريستاسيون دو لاسيستونس سوسيال، البسباس. او كنتي درتي قصيده، ولا سي اس اس تي، كانت تسمى قديمه لا سي اس اس تي، لا كوميسيون دو سيكوريتي، دابا تبدل السمية ديالها، دابا سميتها لا كوميسيون دي نورم دو ليكيتي دو لا سونتي اي دو لا سيكوريتي دو ترافاي. هنا كطراك شي قصيده، هما اللي كيتكلفوا بك. اوكي، دونك لا سي ان او اس اس تي. كاين مدخول اخر، مثلا عندك دي بلاسمون، فلوس ديالك مبلاصيها ايور، دونك كيجيك سكون ابيل لي روفوني دو بلاسمون. روفوني دو بلاسمون ديك تي 2 تي 5 الى اخره. كاين عاوتاني مدخول واحد اخر كيجيك، هو التقاعد، لا روتريت التقاعد. تبعوا معايا مزيان التقاعد. كيقدر يجيك واحد غوفوني من ديور كاريهم، كتسمى غوفوني لوكاتيف. دونك نديرو غوفوني لوكاتيف ديال الايجارات، ديال الكراء، كاري العباد الله، وكيدخل واحد المدخول. اذن منين نجي نسالي العام، هادي نسيت ما نكتاش في الاول، عندنا مثلا 2018 من جونفي حتى ديسمبر. ملي كيسالي 2018، عندك جونفي فيفري مارس افريل 2019، هنايا اختي، هنايا خويا، خصكم توجدوا لي زامبو ديالكم، لان اخر اجل هو افريل. ولا كنتي ترافايور اوتونوم، مشغل ذاتي، عندك الاجل حتى لجوان، ولكن الا عندك شي خلاص تخلصو في افريل. اوكي، دونك شنو قلنا؟ قلنا التصريح الضريبي هو انك غادي تصرح بجميع المداخل اللي دخلوك،
عندك 4 شهور في العام اللي وراء العام اللي دخلوا فيه هاد المداخيل. دابا مثلا 2018 العام اللي فات دخلتني امبلوا، دخلت الشوماج، خديت لابو، خديت لات سوسيال، درت كسيده، خديت سانسيستي، عندي دي فخير بلاسمو، عندي تقاعد، عندي غونت لوكاتيف، وكيمكن عاوتاني نزيدكم حوايج اخرين الا انت عندك دي زاكسيون شي شركه ولا شي حاجه. اوكي، ربحتي او خسرتي كيتسمى كا او بيرتون كابيتال. اوكي، دونك كا بيرت اون كابيتال. تري بيان، عندك هذيك لاكسيون ديالك في الاخر ديال العام، ديك الشركه داروا البي في، داروا الجمع العام وقرروا ان واحد الطرف من هذاك البينيفيس غادي يخزنوه وطرف غادي انفيستيو به وطرف غادي يفرقوا على المساهمين. هذاك التفريق، داك الطرف اللي غادي يجيك كيتسمى ديفيدوند. اوكي، ديفيدوند ها هو كديكلاري عندك ديفيدوند. ولا كنتي مثلا امراه مطلقه ولا شي حاجه وكتجيك واحد لا بونسيون اليمونتير ديالك انت، حيت كاينين جوج، كاينه لا بونسيون اليمونتير بوغ انفون، هذيك ما كندوش عليها، هذيك نو امبوزابل، وكاينه لا سميتها لا بونسيون اليمونتير اللي كتجي للمراه. اوكي، في واحد الشروط، انا ما ندخلش على هاد، انا كنعطيكم غير معلومات، والمحاسب او الفيسكاليست اللي غتمشيو عنده هو اللي غادي يقدر يشرح لكم هاد المسائل هاد، الا شرحها لكم، لان كيكون عليهم الدرك. شنو اخرى عاوتاني مزالين، الا عندك شي مدخول جيك من الخارج، مدخول جاك من الخارج بالعمله، جاك من الخارج، مثلا شي روتريت ولا شي بلاسمون ولا شي كراوات، و رابطريتيهم هنا جبتيهم من كندا كديكلاريهم. اوكي، دونك غادي نسميو روفوني اترونجي. روفوني اترونجي. اوكي، مزيان، اذا نتبعوا ليا مزيان. 2018 سالات، خاصني ندير ديكلار، عندي 4 شهور باش نوجد الوريقات ديالي ونديكلاري. اشنو غنديكلاري؟ عند المدخول اللي دخلوني، يا اما كنت خدام، يا اما كنت خدام وقلت في الشوماج، يا اما كنت خديت لا بورس، يا اما خديت لا سوسيال، يا اما كدير اكسيدون خديت سي اس اس تي، يا اما تقاعد، يا اما كاري شي حاجه ما كراوات غوفني لوكاتيف، يا اما جايني شي حاجه من الخارج من ليترونجي، يا اما عندي دي بلاسمون كيدخلوا ليا دي زانتيغ دي بلاسمون فينونسي، يا اما عندي واحد المساهمه في الشركه وفرقوا لي ديفيدوند عندي واحد ديالهم. وكاين اوت ريفوني اللي كتسمى ريفوني دونتربريز. ريفوني دونتربريز هذا غندير ليه واحد الحلقه خاصه ان شاء الله بوحدو. ريفوني دونتربريز، ما معنى ريفوني دونتربريز؟ بلا ما ندخل في التفاصيل، هو انا مثلا تريسيان داير واحد الشركه كنخدم السميه ديالي سوسيتي بيرسون فيزيك. اوكي، اذا في الاخر ديال العام ديالي كنجمع المداخيل، لما المبيعات اللي درت دي بريستاسيون دو سيرفيس، كنجمع شحال دخلت وكنجمع شحال ديال المصاريف اللي درت، وكنهز حوايج اخرى غنهضروا عليهم، ونمشي عند كونطابل. هذا كيتسمى ريفوني دونتربريز. كاين عاوتاني ريفوني فورستي اللي كيستغل الغابات الى اخره. دونك غروسو مودو الاغلبيه اللي كاينين ديال المداخيل هما هادو. ريفوني دونتربريز غادي تلقى لي كاردوري، غادي تلقى لي كونطابل، غادي تلقى اي واحد خدام تحت اسم ديالو بيرسون فيزيك، او تحت اسم تجاري ولكن بيرسون فيزيك اون ريجستري ولا ماشي اون ريجستري. الا كنت غتخدم السميه ديالك ماشي اوبليجي تكون عندك تكون اون ريجستري، ولكن الا كنت غتخدم باسم كوميرسيال ضروري تسجل وتكون عندك السميه ديالك. مثلا غادي دير غاردوري لي زونج او ان ار اون ريجستري، او غادي دير انك او تكون انكوربوري. الا كنتي انكوربوري ديك الساعه غادي دير لك سالير وغادي تكون هنايا في امبلوا. صافي، فهمتوا هاد القضيه هادي؟ قلنا مسح مزيان، نعاود بالزربه. 2018 سالات، عندي 4 شهور نوجد الوريقات ديالي ديال المداخيل كاملين، امبلوا، شوماج، بورس، لات سوسيال، كسيدا، اكسيون دخول ديالها، لكرا، اونتربريز، تقاعد، اي حاجه غادي تدخل ليا خاصني نديكلاريها. وعلاش خصنا نديكلاريو؟ علاش خاصكم ديكلاريو؟ لان كاين واحد المبدا ديال التكافل الضريبي والعداله الضريبيه، كل واحد خصو يخلص لاباغ جوست ديالو في الضريبه.
هذه وحده. ثانيا الا ما درتيش الضريبه اختي وخويا ما غايجيكش فلوس دراري. علاش؟ حيت راه على لا باز ديال لو روفوني ديالكم. الا كنتو فامي روفوني فاميليال او الا كنتي بوحدك كيتبازاو عليه باش يكالكوليو لك فلوس الدراري، يكالكوليو لك اسيدي سميتها لا تي بي اس غاديك 3 شهور، ويكالكوليو لك واحد واحد كيتسمى كريدي دامبو بوغ سوليداريتي في ثلاثه ديال الحوايج، في واحد طريف رومبورسمون صغير من تي في كي، وطريف من الكرا، وطريف من الا كنتي واحد التعويضات الا كنتي خدام او ساكن في ان فيلاج نورديك، ورا دايرين واحد لا ليست ديال لي فيلاج نورديك في الشمال. هاد كريدي دامبو دو سوليداريتي الا كان الكالكول ديالو عطى قل من 240 دولار كتجيك مره في العام، كتجيك في جوي. الا كانت ما بين 240 و 800 دولار كيقسموك على اربعه الخطرات، كتجيك تريميسريالمون. و الا كانت فوق من 800 دولار كتقسم على 12 وكل شهر كتجيك شي براك صافي. دونك وحاجه اخرى، نهار تبغي تاخذ لابورس كيطلبوا لك الديكلاراسيون ديالك، وما كيطلبوش الديكلاراسيون ديالك الوراق اللي كيعطيك الكونطابل لا. حيت انت شنو كيوقع؟ انت تبو معاه شنو كيوقع؟ دونك عندي لو بريباراتور هو هذا محضر اللي كيحضر لي زامبو ديالكم، بريباراتور ديال لي ديكلاراسيون دامبو، لي ديكلاراسيون دو روفوني. هادو لو تيرم ديالو الصحيح، ديكلاراسيون دو روفوني انكام تاكس ريتورن، ماشي ديكلاراسيون دامبو، هذيك بالنسبه لي سوسيتي. مشيتي عندو ديتي لي لي دوكيمون الاوراق، هاهم اوراق خدمهم، عندو وحده من جوج، يا اما غادي يصيفطها باغ لا بوست مثلا شي واحد اللي فايت مثلا مازال ما سالاش مع الدوله كيتسالوه، او شي واحد اللي عاد جا ريزيدون بيرمانون ان لي نوفو زاريفون، او شي واحد اللي هو سيتوان كنديان ولكن ما جلس بزاف كندا ورجع خرج وعاود رجع، كيديرها سور بابي كيدفعها سور بابي اوكي، او كيصيفطها لك الكترونيك ترانسميسيون الكترونيك، غيصيفطها لجوج بلايص. غادي يصيفطها لاجونس روفوني كندا اللي هو الفيدرال، وغادي يصيفطها سيدي لروفوني كيبيك. روفوني كيبيك هنا الروفوني كيبيك يمكن شفتو سكي ضريبه، روفوني اجونس روفوني كندا وروفوني كيبيك، كيبيك بالنسبه لمقاطعه كيبيك والاخرى الفيدرال. اذا هاد الاخوات الاخت اللي غتوجد لك التصريح الضريبي ديالك غتمشي لعندهم مزيان، مي غيصيفط هو غادي يعطيك واحد لاكيج دو ريسيبسيون الكترونيك مو كيخرج في بلاصه. كدوز واحد الشيامات سيمانه جوج ثلاثه سا ديبون وقتاش غتصيفطها، كيجاوبوك هادو ديال الفيدرال كيجاوبوك، وهادو ديال الكيبيك حتى هما كيجاوبوك اوكي. دونك كيجاوبوك ها هو الجواب، كيجاوبوك واحد واحد كوريسبوندونس فيها ماكسيموم 4 ديال لي باج ولا 5 ولا 3. اشنو فيها؟ واحد ريزومي خلاصه ديال داكشي اللي انت ديكلاريتي لهم، كيسميو هذيك الورقه مهمه بزاف وعقلوا عليها وحافظوا عليها سكانيوها وخزنوها راه غتحتاجوها، سميتها افي دو كوتيزاسيون. افي دو كوتيزاسيون افي دو كوتيزاسيون بلونغلي كيسمو اسيسمنت نوتيس ولا نوتيس اوف اسيسمنت، عقلوا عليها مزيان. افي دو كوتيزاسيون راه نهار جمع الاوراق اللي غنهضر عليها دابا من دابا شويه، نجمع اوراق بحال دابا انا في 2008 غادي نمشي عند الكونطاب ديالي غنجمع الوريقات كامل ديال المداخل ديالي ووريقات اخرين اللي عندهم علاقه ب 2018، ولكن ضروري دو معاكم افي دو كوتيزاسيون ديال العام اللي فات، راه كيكونوا فيه بعض المعلومات غادي يقدر يحتاجها، واش كاين شي انتيغي ديال سميتها ديال لي زيتو ديالك، واش كاين شي مونطون جاي من قبل كتخوبورتي ديال لي فري سكولير، ولا كنتي غدير شي رياج شنو هو الماكسيموم ديالك وشي ار بي حتى هي. المهم انا ما بغيتش نبدا نقول تكنيك، فهمتي التكنيك غايقول لكم ان شاء الله لو بريباراتو، غير هو اللي على كل حال لا في دو كوتيزاسيون الله يرضي عليكم مهمه بزاف حافظوا عليها. افي دو كوتيزاسيون شي غير يجيكم، او الحمد لله دابا البورتابلات كلهم فيهم داك السكانر ابليكاسيون، سكانيوها بي دي اف وخزنوها عندكم في شي، ولا صيفطوها للكونطابل ديالكم ها
هنا بعض الكريالات ملي كيجيهم كيسكانيو كيصيفطو لنا كنحطهم في المعطيات عندنا هنا باش ما نبقاش نقولو يجبنا لا فيتكويزاسيون ديالك. وحاجه اخرى كننصحهم باش يصيفطو. علاش؟ باش حيت حنا ملي دابا هاد بريباراتور هاد ملي غيدير ديكلاراسيون ديالكم وغيصيفطها لكيبيك وحدا الفيدرال غيجاوبوكم. متافقين؟ خاصك تكومباري هاد السيد اللي قال الكونطاب صايبها واش بحال اللي واش قبلوها قبلوا كاع الارقام ولا كاين شي اختلاف. الا كان شي حاجه تمشي عنده. اوكي. قال لي واحد السؤال اخر باش ندوز الحاجه اللي مهمه. شكون هو اللي مؤهل يدير لنا ديكلاراسيون دي روفوني ولا كيف كيسموها الاخوان اكثر كيقول لك يقول لها ديكلاراسيون دامبو. هما لي كونطابل واللي قاري لا فيسكاليتي وعندو مكتب مثلا ولا عندو شي مكتب في الدار ديالو او في مكتب في بلاصه اخرى. انا اللي ننصحكم به الله يجازيكم بخير ما تمشيوش عند دوك الموسميين. راه كاين شي وحدين بحال دوك صحاب ديال عيد الحواله عاد كيولي قزار وعاد كيولي صلاخ وعاد كيولي ولا دوك ديال عاشوراء عاوتاني عاد كيبدا يجي في الطراج وبنادر. سيروا لعند شي واحد اللي معروف. سول هذا المحيط ديالكم الله يخليكم. بغينا شي كونطابل مزيان بغينا يدير لنا الديكلاراسيون ديالنا ويكون موجود اي وقت بغيناه. لان ملي كدير ديكلاراسيون ديالك راه كيجي واحد شي واحد الوقت وغادي يهزوكم اي شونسيو بوغ فيريفيكاسيو خصك تعرف عاد من تمشي عند واحد لك المشكل ديالك وتفاهم عامل والله يخليك الا وقع عليه شي مشكل لانه هو اللي غادي لكم ديكلاراسيون. واش نجيو عندك ولا شنو غنديروا؟ يعني غير معقول يقول لك ودبر راسك معاهم. لا جيتي عنده هو صايبها لك خصك انت تجي عنده. اذا شوفوا شي كونطابل يكون معقول مزيان. ما تمشيوش عند لي كونطابل موسميين يعني ماشي حرفته ما عادكش قراها في الليل ولا قرا ولي جنون وكيجي كيغيرون في عباد الله في ديكلاراسيون ديالهم. سير عند شي واحد اللي كتوسمو فيه كتشوفي انه انسان قاري عارف شنو كيقول وديسبونيبل. اي وقت عيطتوا لي ولا شي حاجه كيطرونجا معاكم على ان رونديفو لان خصكم رونديفو. هنا راه ماشي بحال البلاد الاخرين. هنا راه بلي رونديفو الله يرضي عليكم بلي رونديفو ماشي طق طق باغي ندير ديكلاراسيون ديالي. لا خصكم تاخذوا لي رونديفو باش كيبان شويه ديال الاحترافيه. الانسان يعني يكون محترف لا الزبون لا اللي غير مقدم الخدمات ديالو. وحاجه اخرى نوصيكم عليها وياكم طونسيون تمشيو عندو اللي كيديروها في القهاوي. انا كنعرف هاد القهاوي هنايا في جونطالو كيصيبو في القهاوي. ما فهمش علاش بنادم عنده مدخول ديال لومبلوا يقدر يجيب رومبورسمون مخير وكيمشي عند واحد في القهوه كيصايبها ليه وصافي. وبعد ملي كيقال مشاكل عاد كيتمشي عندنا ولا جا عند شي واحد اخر الله يخليكم. حنا ما كنلقاوش نشدوهاش حيت يدي ويد القابله الولد كيخرج عور. اوكي ما كنعاودوش حنا الخدمه من جديد. الله عطاه. دونك هادشي اللي كنشوفو شي واحد يكون معقول سواء عنده مكتب في البيت ديالو وخدام معقول او عنده مكتب معروف ببيرو في باتيمون. المهم بيرو عنده مكتب ماشي في المنزل ديالو. وكل اللي عنده في المنزل ديالو معقولين كاينين الحمد لله السمعه الطيبه ديال لي كونطابل ديالنا هنايا موجودين وعندهم سمعه طيبه غير سولوا عليهم. تري بيان. دابا غادي نقول لكم حيت بزاف غادي يجيو لهنا ولا كاين هنا وكيسمعوا الكونطابل كيبقى يقول لهم كريدي دامبو نو رومبورسابل كريدي دامبو رومبورسابل روتور دامبو هادي وكيتلف. انا دابا غنشرح لكم هاد المسائل هادي بواحد الطريقه سهله وعقلوا لها. اوكي يلا سيدي على بركه الله نشرح لكم هاد القضيه. اشنو هو الصداع الراس ديال كريدي دامبو نو رومبورسابل؟ حيت حنا ما كنكونوا في المكتب كيجيو الناس يعني كنفرحوا ملي كنشرحوا المسائل هادو. ولكن بلو انت كتشرح بلو عاوتاني كيبقى يسول وكياخذ لك الوقت. اذا انا غنحاول نشرح لكم بالضبط المسائل هادو باش الا مشيتو تكونوا عارفين اشنو هو الموضوع. اذا عندي لو روفوني ديال كامل جمعتي دونك هذا غنقولو التوتال ديال المداخيل ديالك كيسميو لو روفوني توتال. هاد لو روفوني توتال ديالك اشنو هو؟ يعني المدخول مجموع المداخيل اللي قلنا. الا كنتي خدام الغوفوني ديالك الا كنتي شوماج الا كنتي فلات سوسيال الا كنتي اكسيده كتخلص منها الا كنتي في لابورس الا كنتي لا روتريت الا كنتي عندك اونتربريز الا كنتي عندك غوفوني لوكاتيف الا كنتي عندك غوفوني جاي من الخارج
يعني كاع مجموع المداخل ديال ديفيدوند الى لي كان كابيتال الى اخره دوك كاملين كنجمعوهم هنايا اوكي كنجمعوهم ها دونك هذا لو ريفوني توتال. هاد لو ريفوني توتال باش هما يكالكولو لي لامبو كيحيدو منه شي حاجه ما ندخلش في السميات ديال باش ما تلفوش كيحيدو منه شي حاجه باش كيكالكولو سكون ابل le revenu imposable. Le revenu imposable. Le revenu imposable. Ok? Donc, revenu total, c'est le site qui est le revenu net. Qui est le revenu chez Haja? Qui est le revenu net? Qui est le revenu imposable? Quel film est او في الجزائر او في تونس راه نفس الطريق دونك عندي ان ريفوني توتال وكنحيد منه شي حاجه باش كيولي عندي لو ريفوني امبوزابل اللي عليه غادي نطبق لي طو نسب ديال لامبو على لي ريفوني ديالك مزيان غادي يخرجك واحد لامبو واحد لامبو ابي امبو ابي واحد الضريبه خصك تخلصها تري بيان كيوك بلاتي مثلا جاتك نفترض جاتك واحد 1000 دولار غتخلصها حيت هما راه غادي تقدر تقول لي ولكن انا خلصت لامبو من قبل كنقول لك لا انت ملي خلصتي لامبو ربما كنتي ضايع خلص اكثر ربما اقل علاش حيت انت ملي غتمشي تخدم اي واحد هنا في كندا ملي كيدخل يخدم كيعطي واحد الجورقات كيعمرهم ديال لي ديكلاراسيون دامبو ديالو هو باش كيعرفو فين يحطوك اش من طابل ديال لامبو اش من طو ماشي طو اش من مونطو اللي غادي حيت هما ما عندهمش لي طوف عندهم كل ترونش حسب الصالير ديالك واش كتشد سيمانه ولا جوج سيمانات ولا شهر ولا العام ولا ست شهور الا خديتي من مثلا نعطيك مثال غايقول لك الا كنتي كتشد في سيمانه من 50 دولار 100 دولار غتخلص 10 دولار الا غتشد من 101 دولار حتى ل 150 دولار غتخلص 15 دولار الا غتشد من 151 الى اخره بحال هكا هما دابا خاص تعمر هذاك لامبريمي في واحد المونطون دو باز ديالك الزوجه ديالك عند الوليدات وكيضرب واحد الكالكول وكيعرف فين غادي يديرك اش من كلاس فيدرال ولا كابان داكو دونك هنا كيقول لك اودي ملي كنتي خدام ما خديناش بالاعتبار شي حوايج غندوي عليهم دابا ما خدوش الاعتبار لي فري سكولير ديالك ما خدوش الاعتبار لي فري ميديكو الاعتبار بزاف د الحوايج هادوك اللي كيجيو لي مونطون اللي كيجي المجموع ديال لي مونطون تبعو معايا مزيان المجموع ديال المونطون المبلغ اللي غادي يهرسك هاد لامبو هذا باش ينقص كنسميوه كريدي دامبو نو رومبورسابل يعني ما كيعطيوش لك وانما كيجي الى بصوغ هاد لامبو هاد il le réduit sinon il va l'absorber il va l'absorber carrément ok donc qui est juste qu'on appelle crédit d'impôt non remboursable عقلوا ليها non remboursable هاد crédit d'impôt non remboursable معناه مجموعه دير واحد لي مونطون غادي نقول لكم شنو هما كيجيو كيدي يصرخوا في هاد لامبو هذا كيوري انت خرج شي 1000 حنا غادي نقصوا منك هاد 1000 هذا كيسموك كريدي دامبو نو رومبورساب انا الخطاب ديالي موجه للناس اللي غايجيو لكندا واللي عايشين في كندا راه كاين لي سنين عايش هنا وراه ما كيعرفش هادشي اللي كنقول لكم انا غير كيسمع به ملي كيسمع كريدي دامبو فيه 5000 دولار كيقول لك ما عطيتونيش 5000 دولار لا يا اخي يا اختي انا شحال كتشي كتعني اذن اكثريه ديال اهم نحاول قيتهم باش ما ننساهمش لان ما اخترت كنسى شي حاجه وكنندم كنقول علاش ما درتش ورقه كاين بزاف ديال كريدي دامب في الفيدرال وفي الكيبيك انا غنحاول نقول غير اللي مهمين في الكيبيك واللي مهمين في الفيدرال مثلا في الفيدرال ناخذ الفيدرال ها الفيدرال ها هما وها الكيبيك اذن نهار كيبيك تخرج لك لامبو ابي او الفيدرال امبو ابي كتقول لها حبسي تما انا راه عندي دي مونطون
دي كريدي دامبو نو رومبورسابل غادي نشطب لك هادشي ديال الامبو ابي غادي نقص منه سينو غادي نحيد ولا ملي ما نخلص والو اشنو هما الفيدرال مثلا كاين سيدي كينقصوا لك هذاك الكوتيزاسيون ديالك في لا روتريت الا كان واحد السوربلي ديالها سوربلي ديالها خاصك اكثر من حيت كل حاجه عندها ماكسيموم كيكون حتى هو دونك غادي نجيو نحسبوا هنايا نقولوا مثلا السوربلي ديال لا روتريت سواء في كيبيك ولا ريجيم دو بونسيون ديال كندا كاينين لي كوتيزاسيون ديال اسيرونس امبلوا كاينين لي كوتيزاسيون ديال كونجي بارونتال نسيت واحد القضيه اخرى في لي ريفوني ديالكم كيدخل فيهم حتى الا كنتي خرجتي كونجي بارونتال حتى هي كتدخلها اوكي كاين واحد كريدي دامبو ديال اشا ابيتاسيون نوف الا شريتي دار هنا في كندا الفيدرال كيعطيك واحد لامبو نو رومبورسابل ديال 5000 دولار وواحد القضيه هاد كريدي دامبو هاد كريدي دامبو نو رومبورسابل الا جمعتي مثلا واحد 50000 دولار راه كيعطيوها ان بورسونتاج غير ان بورسونتاج كاين اللي 20 كاين اللي 15 كاين اللي 20 ما كيعطيوش غير 100% بحال دابا لي فري سكولير غنقيدهم هنا باش ما ننساو لي فري سكولير لي فري سكولير الفيدرال كيعطيك غير 20% الكيبيك كتعطيك 8% الا كانوا لي فري سكولير من بعد 2013 وكتعطيك 20% الا كانوا قبل من 2013 كاين مثلا فري سكول لي فري ميديكو كاينين لي فري دو كوتيزاسيون دون لي كوربوراسيون بروفيسيونيل مثلا طبيب انجينيور كونطابل كاين واحد لوغانيزم اللي كي كوتيزي فيها كاين لي دون حتى هما كاينين لي زانتيري زانتيري اللي خلصتي على البري باش تقرا هذاك لي زانتيري سي ان كريدي دامبو نو رومبورسابل اوكي كاين توكن نسبة منه لي طوم نعطيكم مثال لي طوم انا باش نطول في لي طوم نجبد غير لي مهم بحال دابا لي طوم 200 دولار الاولانيه كيعطوك كريدي دامبو ديال 20% الاخرين اللي كيجيو ما بين 24 و 25 حسب لي كونديسيون اللي هما كاتبين كاين عاود ثاني قلنا فري ميديكو فري سكولير ايزانتيري كاين لي زاكتيفيتي فيزيك artistique qui tu rallies de خلص على الوليدات ديالك اوكي وكاينين لي ديبونس دومبلوي ديبونس دومبلوي بحال مثلا دابا شيفور خدام فواحد الشركه مشى جا جو خلص من عنده كلا او شرا بوط او شرا كاسك او كسو اي ديبونس خلصها لو سالاري بور اكزيرسي لا فونكسيون ديالو المونطون ديالو كيحطونه اذا مجموع كامل كاين اللي راه ما كيعطوك 100% بحال دابا مثلا كريدي دابيتاسيون فيدرال كتعطيك 5000 دولار 20% ديالها في الكيبيك دايرين مونطون فيكس 150 دولار اوكي الى اخره دونك هادو نشوف لا لقيت شي واحد اخرى عاود ثاني ما نسيتهم مثلا الى درتي مثلا رينوفاسيون ديال الدار ديالك كيسمى واحد البروغرام سميتو رينوفير غيسالي في 31 مارس 2019 كيعطوك الماكسيموم اللي غادي يقدر يجيك هو 10000 دولار هادشي كامل اللي خلصتي 20% كيعطوك ولكن الماكسيموم 10000 دولار مثلا عندهم واحد القضية واعرة شتي مثلا الا مشيتي ادوبتي الدراري ما عندكش وليات ودير لادوبسيون هادوك لي فري ديالو كاملين كيخلصوا لك 50% للدري الماكسيموم 10000 دولار في التصافيره في الباتا في الطبيب في ولا كان شي مره كداوي العقم كيعطيو فيه ديك كريدي دامبو شوف هاد الناس فين وصلوا كريدي دامبو ديال تريتمون دو لانفيرتيليتي كيعطوك على حسب كاين واحد الطابلو المهم كيعطوك ما بين 20 حتى 80% من لي فري اللي درتيها باش تعالج العقم لانفيرتيليتي كيعطوك عاود تاني بحال دابا هادي بحال دابا هادشي قلت لكم انا دابا لادوبسيون فيرتيليتي رومبورسون ما كاينش هنا نو رومبورسابل لا كاين فواحد كاين بلاصه اخرى ما وصلتش لها كريدي دامبو رومبورسابل اذا كريدي دامبو رومبورسابل هما المونطون اللي كيعطيوهم ليك هما كيعطيوهم ليك ما عندهم حتى علاقه بالامبو كيعطيوه ليك ولكن الا كان عندك لامبو كبر من كريدي دامبو نو رومبورسابل
بحال مثلا كريدي امبو، مثلا لامبو هنا لقيت 1000 دولار، كريدي امبو نو رومبورسابل لقيت 2000 دولار، دائما كنشدو هذا ناقص هذا، الا كان نيجاتيف صفر. نديرو العكس، عندي 500، اذا لامبو لا تخلص هو 500 ما تخلصش 1000. اذا قلنا يا اما كريدي امبو نو رومبورسابل الى ابسورب كاتيجوريكمون لامبو ابي، بحال لو كهنا كنت خصني نخلص 1000 وكريدي امبو نو رومبورسابل عندي في 2000 دولار، اذا 1000 موان 2000 نيجاتيف، ونيجاتيف عندهم يساوي صفر، ما عندك حتى حاجه. كيت انت شطبتي داك لامبو غادي يبقى غير لامبو اللي هو رومبورسابل، فلوس غيعطيه لك. الا كانوا غادي يعطيوك مثلا 1500 دولار رومبورسابل، اذا عندك ان بوا بي 1000 كيطير، كتبقى غير 1500، حيت هنا قلت لكم 500 و 1000، اذا اللي خص تخلص هو 500. نعاود، الى ان بوا بي كان 1000 دولار وكاين ان بو نو رومبورسابل 500، اذا خصك تخلص 500. ملي كياخذوها لك، ياخذوك من هاد 1500 اللي غادي يعطيوك، بحال دابا لي فخي دكارد، بحال البوكليي فيسكال، بحال بريم دو ترافاي، بحال هادشي ديال لادوبسيون لانفيرتيليتي. اذا عوا يعطوك 1000 مثلا، نفترض غاتجيك 3500، اوكي كيعطوك غير 3000، يعني حيدوا لك هذيك 500 على سورس، حيدوها اوكي. كاين عاوتاني الا عندك شي راجل كبير في الدار، الوالد جا عندك ولا شي حاجه، هادوك لي فري اللي كتخلص عليه باش بوغ لو مانتيان ا دوميسيل، كتسمى بيرسون اجي، تا هما كيعطيو لك عليه رومبورسابل. الا صلحتي القوات ديال لاسينيسمون كيعطوك حتى 20%، ماكسيموم ماكسيموم هو 5500، اوكي. دونك راه بحال هكا بحال هكا كيتكالكولا ديكلاراسيون ديال لي روفوني. الا عندك المداخيل، اوكي قاد واحد شويه، عندي المداخيل وعندي لو روفوني امبوزابل اللي غادي نخلص عليه لامبو، كيتكالكولا لامبو، ها هو 1000 دولار، كنقول لي بلاتي ما نخلص لكم 1000 دولار، سمحوا لي راه عندي ديك كريدي دامبو نو رومبورسابل باش كنهرس بهم هاد لامبو. شنو قلنا؟ كاين مثلا لي فخي سكولير، كوتيزاسيون ديال السانديكا، كوتيزاسيون ديال لي زورغانيزم ديال الكوربوراسيون بحال لي زوردغ مثلا لي كوليج، عندي لي فخي ميديكو، عندي الفخي سكولير، عندي زانتيغي، عندي لي دون، عندي الفخي دادوبسيون، الفخي دانفيرتيليتي، عندي رينوفير، عندي اي حاجه عندي فيها كريدي دامبو نو رومبورسابل، كريدي دامبو رومبورسابل. بالنسبه لكريدي دامبو نو رومبورسابل عندي يلاه 500، اذا غادي نخلص الدوله، نفترض عندي 800، اذا خلص الدوله غير 200 دولار، ولكن كنقول انا عندي واحد كريدي دامبو رومبورسابل فيه الفري دو كارت، فيه فيرتيليتي لا فيرتيليتي، فيه بريم دو ترافاي، المهم فيه كاين بزاف، ما بغيتش نصد عليكم راسكم بهادشي. اذا غنحيدو شي فشي وكيجيك ا رومبورسوم، هذاك يسميو واحد لو تيرم كيستعملو في كندا روتور دامب، حيت في الاخر النتيجه شنو هي؟ يا اما نتايا غتخلص، كاين واحد السولد ا بي ولا دو ا بي، يا اما ان مونطو ا رومبورسي ان روتور دامبو غادي يجي، اوكي. دونك وكاين واحد القضيه اخرى، هو ان هاد كريدي دامبو سون ترانسفيرابل شي وحدين، كيمكن لك مثلا انا مثلا كنقرا عندي لي فري سكولير با خدام، مسكين ما عندوش كريدي دامبو نو رومبورساب، كندوز ليه ديولي انا باش كينقص من هاد لامبو، او كدوز ليا المراه، او كندوز المراه، دونك سي ترانسفيرابل، او كندوز بحال دابا الدري اللي عنده فري سكولير يقدر يدوز لجد ديالو وجداتو با همو، دونك سي ترانسفيرابل اي سي روبورتابل. لي فري سكولير الا ما استعملتيهمش كتقدر تروبورتيهم الى يرث الله الارض ومن عليها جوسكا لا فين، هيو لي زانتيغي بيي سور لي بري ديتود، اوكي. دونك نتمنى ما نسيت شي حاجه، انا غنحاول ندير واحد ريزومي بالزربه بالزربه باش تعقلوا. خاصنا نديرو ديكلاراسيون دامبو ربع شهور من بعد العام كونسيرني، بحال دابا 2018 عندي جون فيفري مارس افريل، ندير فيهم ديكلاراسيون مزيان، عاد ما خصني نمشي، خاصني نمشي عند شي واحد اللي معقول، سول عليه راه لي زامبو هادو راه فلوس هادو غتجيك، يا اما يضيعك يا اما يخرج عليك مزيان. علاش خصني ندير ديكلاراسيون دامبو؟ لان الا ما درتهاش ما غناخدش تي في كي، ما غناخدش تي بي اس، ما غناخدش فلوس دراري، ما غناخد والو، لا بورس لا دار، بغيت تشري دار او جبي لا بيت كوتيزاسيون،
مزيان. ملي كدير الديكلاراسيون، ملي كتجمع الوراق ديالك هادو اللي كاملين عندهم علاقه بحال دابا كنتي خدام، وسمحوا لي غادي ندير تيرم تكنيك. الا كنتي خدام غادي يكون عندك رولفي 1 تي 4، الا كنتي شوماج تي 4 او، الا كنتي القرايه تي 4 ا، الا كنتي لا روتريت رولفي 2 تي 4، الا عندك ديك بونسيون دو لا فيس عندك فيها 4 تي 4 ا اولد ايج سيكوريتي ايج لا بونسيون سيكوريتي لا فيس، الا عندك بلاسمون تي 5 تي 3. المهم كاين بزاف، الا عندك لي فري سكولير رولفي 8 تي 2202 داكشي ديال الفري دكارد، عندك رولفي 30 رولفي 24 القضية نسيتها. لي كاريك دارو خصك واحد الورقة سميتها غولفي 31 انفورماسيون سور لو سور سور لوجمون. اوكي دونك سمحوا لي قلت لكم هاد التيغمات بالزربة، ما المهم خصكم تعقلوا على ان اي نوع من المداخل خصك ورقة ديالو. الشوماج تي 507 سميتها ليت سوسيال بسباس هو تي 507 تسيدا تي 507 وهكذا. يعني كل مدخول كيجيكم فواحد الورقه، غتكون جوراق فيدرال وكيبيك، واخا كتكون غير فيدرال وكتقدر تستعملها في كيبيك. اوكي دونك منين ندير هاد الوريقات ديالي الله يرضي عليكم جمعهم قادو مزيان، ما ديروش ميكات ديال ماكسي وسوبر سي وغادي كتجري عند الكونطابل يضحك عليك. كاين اللي كيجيب لي زونفلوب مسدودين ما عرفتهاش فيهم الداخل، دونك حلوا لي زونفلوب ديالكم، ديروا دي شيميز بحال هذا الشكل، هذا شيميزات بحال هادو، ها هما شيميزات بحال هادو، ها هما، وكتب عليهم الوريقات ديالاش وحلهم ودير طومبون ديالهم ومشي داكشي ناضي بيان ستيلي، ديهم للكونطابل ديالك يخدم لك الخدمه ديالك، خذ الرونديفو رجع عنده بالرونديفو يشرحها لك. ملي يجيك واحد غيجاوبوك روفيني كندا وروفيني كيبيك غيجاوبوك بجوجهم، كل واحد غيصيفطك واحد الورقه سميتها افي دو كوتيزاسيون. افي دو كوتيزاسيون هذاك لافي دو كوتيزاسيون فيه ديتاي ديال داكشي ريزومي باردون ديال داكشي اللي صيفطتي ليهم، يقدر يكون هو هذاك اللي صيفط لك الكونطابل، يقدر يكون العكس مختلف. اذا غتمشي عند الكونطابل تعيط ليه تاخذ رونديفو، الله يخليك هذوك لي مونطون قلتي غتجيني 3000 جاتني غير 300 علاش؟ اوكي باش يقدر يشرح، يقدر هو غلط يقدر الاخرين غلطوا، راه ماشي راه كاين الغلط كيوقع. دونك سمحوا لي طولت عليكم بزاف، لان راه ما لقيت حتى شي واحد فيديو في يوتيوب كيدير هذا الشيء، وبزاف الناس كنقول كنلقاهم ساكن ما عارفين شي حوايج، وملي كنبدا نشرح لهم كيفرحوا شو قلت يا استاذ ما كناش عارفينه مزيان شرحتي لنا. انا قلت لهم غادي ندير شي فيديو ان شاء الله، وديما كنقول من شهر جوج ولا ثلاثه وانا كنقول غنصايب فيديو وما لقيتش الوقت، ودابا سديت الباب وقلت غادي نصايب هذا الفيديو هذا كوت كوت، ما عنديش مشكل. الله يخليكم بارطاجيو هذا الفيديو هذا، راه الناس بزاف غادي يجيو او كيجيو باش يعرفوا اشنو هما الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم بيناتهم، انهم خصهم يديروا ديكلاراسيون دامبو. ولا سمع شي هضره قال لا خص تجمع هذه ودي هذه يكون عارف شنو كاين. المهم سمحوا لي الاطاله، كنشكركم بزاف، شكرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.